السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الجزء الأول من الدرس 13 من دروس مادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. تعرف خاصية الضرب في 3 و4. أهداف الدرس: تعرف خاصية الضرب في 3 و4. حساب جداء عددين أحدهما 3 أو 4 وتوظيفه. أكتشف وأتمرن. أولا، أستعمل عدة طرق لضرب 4 في 5. أعد بـ4 وأقول 4 8 12 16 20. أحسب 4 في 5 وأفكر في 5 مرات 4. 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4. 4 في 5 تساوي 20. أضع عملية الضرب: 4 في 5 تساوي 20. ثانيا، أكتب 4 أربعة إشاصات في 4 مرات تساوي 4 في 4 تساوي 16. 4 في 3 تساوي 12. 4 في 5 تساوي 20. ثالثا، أستعمل المستقيم العددي وأعد بـ3 وأجد الجداء في كل مرة: 3 في 1 تساوي 3، 3 في 2 تساوي 6، 3 في 3 تساوي 9، 3 في 4 تساوي 12، 3 في 5 تساوي 15، 3 في 6 تساوي 18، 3 في 7 تساوي 21، 3 في 8 تساوي 24، 3 في 9 تساوي 27، 3 في 10 تساوي 30، 3 في 11 تساوي 33، 3 في 12 تساوي 36. رابعا، أحسب الجداء كل مرة: 4 في 6 تساوي 24، 4 في 7 تساوي 28، 4 في 1 تساوي 4، 4 في 4 تساوي 16. خامسا، أستعمل المكعبات وأحسب: 3 في 5 تساوي 15، 3 في 7 تساوي 21، 3 في 9 تساوي 27، 3 في 8 تساوي 24، 3 في 6 تساوي 18، 3 في 4 تساوي 12. سادسا، ألون الخانات المناسبة للكتابة في كل شبكة: الشبكة الأولى 3 في 4 تساوي 12، 4 في 3 نلونها 4 صفوف من 3 خانات تساوي 12، 3 في 5 3 صفوف من 5 خانات تساوي 15، 5 في 3 يعني 5 صفوف من 3 خانات تساوي 15 أيضا. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.